كيف يعمل المغناطيس؟ إذا أخذت قطعة من الخشب ووضعتها إلى أجوار أخرى لن يحدث شيء، وإذا أخذت قطعة من الجرانيت ووضعتها إلى أجوار أخرى لن يحدث شيء أيضاً، ولكنك إذا أخذت هذه القطعة من الحديد ووضعتها إلى جوار أخرى، إنه سحر، أعني مغناطيس. تتمتع الأجسام المغناطيسية بقدرة سحرية على التجاذب عبر مسافات بعيدة لأنها تولد مجالات مغناطيسية تمتد غير مرئية خارج حدود الجسم. لكن الأمر المحير، من أين يأتي المجال المغناطيسي؟ هذا أمر سهل يا هنري، لطالما عرفنا أن الكهرباء والمغناطيسية وجهان لعملة واحدة مثل الكتلة والطاقة أو الزمان والمكان، فكل منهما يمكن أن يتحول إلى الآخر، بل إن المجال المغناطيسي هو ما يتحول إليه المجال الكهربي عندما يشرع جسم ذو شحنة كهربية في الحركة. يبدو ذلك منطقيا كتفسير لحركة إبرة هذه البوصلة بعد سريان تيار من الإلكترونات في سلك، أو لتوليد التيارات السارية في اللب الخارجي للأرض مجالا مغناطيسيا أرضيا، إلا أن القضيب المغناطيسي أو إبرة البوصلة في حد ذاتهما مجرد قطعتين من الحديد لا يسري فيهما أي تيار كهربي. هذا صحيح. على المستوى المجهري ثم كم هائل من الإلكترونات يدور بسرعة داخل الذرات والجزيئات التي يتألف منها أي جسم صلب. حسناً، يثير هذا نقطة ممتازة. يتأثر السلوك المغناطيسي لأي جسم عادي بتوليفة مذهلة من المؤثرات، بدءاً من مستوى الجسيمات إلى الذرات ومجموعات الذرات ومجموعات من مجموعات الذرات. أولاً، الجسيمات المفردة. خلافاً للأساليب العادية لعمل الجاذبية والكهرباء، لا يمكن فهم المغناطيس الدائم إلا باعتباره مؤثراً ميكانيكياً كمياً. فمثلما تتميز الجسيمات مثل الإلكترون والكوارك بخاصيتين جوهريتين تدعيان الكتلة والشحنة الكهربية، فمعظم الجسيمات تتميز بخاصية جوهرية أخرى تدعى المغناطيس الضئيل. كنت أمزح، إنها تدعى العزم المغناطيسي الذاتي، لكن ذلك في الحقيقة مجرد مصطلح فني معقد مفاده أن الجسيم ذا الشحنة الكهربية هو أيضاً مغناطيس ضئيل. إذا أردت أن تعرف لماذا هو مغناطيس ضئيل، فالأرجح أن تسأل لما يحمل الجسيم شحنة من الأساس، أو لما تتجاذب الأجسام المحتوية على كتلة وطاقة. لا أحد يعلم، كل ما نعلمه هو أن هذا هو حال الكون. بالضبط، ومنذ عشرينيات القرن الماضي عرفنا أن كل إلكترون أو بروتون مفرد هو مغناطيس ضئيل في الأصل، وبهذا ننتقل إلى مستوى الذرات. الذرة عبارة عن مجموعة من البروتونات ذات الشحنة الموجبة، تدور حولها مجموعة من الإلكترونات ذات الشحنة السالبة، والقوة المغناطيسية للبروتونات أضعف من القوة المغناطيسية للإلكترونات نحو 1000 مرة، ومن ثم لا يكون لنواة الذرة تأثير يذكر على مغناطيسية الذرة ككل. وقد يتراءى لكم أنه بما أن كثيراً من الإلكترونات وليس كلها يتحرك هو الآخر كما في التيار الذي يسري في سلك، فحري بها أن تولد مجالاً مغناطيسياً إثر تلك الحركة، وهذا يحدث فعلاً، ويسمى ذلك مجالاً مغناطيسياً مدارياً. إلا أن ذلك المجال لا يساهم عادة في المجال المغناطيسي للذرة، وإليكم السبب. تقدم ميكانيكا الكم توصيفاً دقيقاً معقداً للإلكترونات داخل الذرات، ولكن تتلخص القصة في أن الإلكترونات تتجمع في أغلفة حول النواة، وتتدافع الإلكترونات داخل أي غلاف ممتلئ في جميع الاتجاهات بالتساوي، ولذا تتعادل التيارات المتولدة عنها ولا تنشئ مجالاً مغناطيسياً. وتأتي تلك الإلكترونات أيضاً في أزواج، كل مغناطيس ضئيل فيها اتجاهه مضاد للآخر فيتعادل أثرهما كذلك. إلا أنه في الأغلفة نصف الممتلئة تكون الإلكترونات كلها فرادى، ويتطابق اتجاه المغناطيس الضئيل في كل منها ويضاف إلى الآخرين، مما يعني أن القوة المغناطيسية في الغلاف الخارجي هي التي تمنح الذرة معظم مجالها المغناطيسي، ومن ثم لا تتمتع الذرات المقاربة للجزء الجانبي لأي من التكتلات الكبرى ضمن الجدول الدوري التي يكون غلافها الخارجي المكون من الإلكترونات ممتلئاً أو شبه ممتلئ، لا تتمتع بقوة مغناطيسية، والذرات المتواجدة في منتصف الكتل تكون الأغلفة الخارجية بها نصف ممتلئة، ومن ثم تتمتع بقوة مغناطيسية مثل النيكل والكوبالت والحديد والمنجنيز والكروم وما إلى ذلك. مهلا، لكن الكروم ليس مغناطيسيا. لكن تمتع الذرة بقوة مغناطيسية لا يعني بالضرورة أن المادة المكونة من قدر كبير من تلك الذرة ستكون مغناطيسية، وهذا ينقلنا إلى مستوى البلورات. عندما تجتمع ذمرة من الذرات المغناطيسية لتكوين مادة صلبة، عادة ما تكون أمام خيار من اثنين، فإما أن تصطف المجالات المغناطيسية للذرات كلها في اتجاه واحد، أو أن تصطف بالتناوب بحيث يبطل تأثيرها، وتختار الذرات البديلة الأقل استهلاكاً للطاقة. لهذا السبب، ذرة الكروم مثلاً عالية المغناطيسية، لكن الكروم كمادة صلبة لا يتمتع بأي مغناطيسية، وهذا لأنه أحد أقل المواد التي نعرفها مغناطيسية حديدية. الحديد في المقابل هو أصل تسمية المغناطيسية الحديدية، ومن ثم فلا عجب في أنه ذو مغناطيسية حديدية، أو أنه بالتعبير المعتاد مغناطيسي. أحياناً.
المستوى الأخير والنهائي للقوة المغناطيسية هو مستوى المنطقة. ففي الأساس حتى في المواد المغناطيسية حيث تتراص المجالات المغناطيسية للذرات بمحاذاة بعضها، يجوز أن تصطف الذرات في جزء من المادة في اتجاه وتصطف ذرات جزء آخر في اتجاه آخر وهكذا. إذا كانت تلك المناطق كلها متساوية في الحجم فقد لا يكون أيها قويا بما يكفي لإرغام الآخرين على محاذاته، ومن ثم فقد تفتقر قطعة من الحديد على سبيل المثال إلى أي مجال مغناطيسي بسبب الممالك الحديدية المتنحرة داخلها. إلا أنك إذا شغلت مجالا مغناطيسيا ذا قوة كافية من خارج المادة، قد تساعد إحدى المناطق على بسط سيطرتها على جيرانها وهكذا، حتى تتوحد المناطق كلها في مملكة واحدة وتصطف كلها في اتجاه واحد. والآن أخيرا يمكنك أن تحكم بقبضة حديدية. أقصد مغناطيس حديدي، إنه مغناطيس لأنه يتمتع بمغناطيسية حديدية ومناطقه كلها مصطفة في اتجاه واحد. هذا صحيح. الجدير بالذكر أن المغناطيسية خاصية كمية بالأساس مضخمة لتبلغ حجم الأجسام العادية، فكل مغناطيس دائم يذكرنا بأن ميكانيكا الكم هي ركيزة الكون، فحتى يكون الجسم العادي مغناطيسيا لابد أن يتمتع بمملكة موحدة من المناطق المغناطيسية، كل منها يتألف من عدد لا حصر له من الذرات المغناطيسية التي لابد أن تكون هي الأخرى مصطفة في الاتجاه ذاته، وكل منها لا يمكن أن يكون مغناطيسيا في الأصل إلا إذا كان يمتلك طبقة خارجية من الإلكترونات شبه ممتلئة، بحيث تتمكن مجالاتها المغناطيسية ذاتها من الاصطفاف باتجاه واحد لا أن يبطل كل منها تأثير الآخر. لا عجب في أن تلك المعايير يتعذر استيفاؤها، ولذا ثمة عدد محدود من المواد المناسبة التي يمكن استخدامها عند بناء مغناطيس. أو يمكنك الاكتفاء بتمرير تيار في موصل كهربي وإنشاء مجال مغناطيسي بهذه الطريقة.